ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان رجعت اصور فيديوهات تانية على القناة، كان تقريبا بقالي سنة مصورتش، واول فيديو مشتريات على القناة، مكنتش صورت قبل كده فيديوهات مشتريات. فالفيديو ده مشتريات رمضان، هقول لكم الحاجات جبتها منين والاسعار ايه. بس في حاجة، انا الحاجات دي مشتريتهاش كلها مرة واحدة، يعني انا قبل رمضان بفترة بحب احوش، وكل فترة انزل اشتري حاجة حاجتين، او الحاجة لما بلاقي عليها عرض وفعلا عرض كويس بشتريها. الحاجات دي كلها اشتريتها من فتح الله في فرع اسكندريه، بس من كذا فرع ليه بقى في اسكندريه، يعني في جبت من سموحه وسيدي جابر وجرين تاورز. بس فاكره الاماكن اللي جبتها منين، وهقول لكم الاسعار ايه وايه العروض اللي كانت عليها. في حاجات انا جايباها من فتره بس لسه العرض عليها شغال. بحب كل سنه في رمضان اجدد المطبخ كله، اشوف ايه الحاجات اللي مثلا انا هلكتها طول السنه عايزه اغيرها، الحاجات اللي هتنفعني في العزومات، الحاجات اللي هتسهل عليا الطبخ. وهوريكم برضو فيديو جاي ان شاء الله التجديدات اللي عملتها في المطبخ نفسه، في دولاب المطبخ والارفف اللي حطيتها والحاجات اللي هي وسعت لي المكان شويه. ابتدي بقى اوريكم الحاجات. بصوا، هي الحاجات جزئين، حاجات للمطبخ وحاجات تانية لزينة رمضان. الحاجات اللي للمطبخ هبتدي بيها الاول. دلوقتي هبتدي بقى باول حاجه قدامي، وبعد كده ارجع للحاجات اللي ورا، عشان في العلب دي هتبقى تقيله عليا ان انا اشيلها وافرجها لكم دلوقتي. اول حاجه معايا اشتريت دي كاسرولة تيفال، بس دي من تروفال. دي كان سعرها 50 جنيه، والاصغر منها عامل 45. الاصغر منها مش اصغر كتير، كان عامل 45 جنيه. ده اللون الوحيد اللي كان موجود، ما كانش فيه الوان تانية منه. دي هتنفعني في الشوربة لو عندي باقي شوربة، او عايزة اعمل لسان عصفور او شوربة خضار صغيرين، فانا حسيت انها تنفعني في كده. حاجة تانية، الحلة دي من نوفيل، دي مقاس كام؟ دي مقاس 26. كانت عاملة كام؟ استنى، كانت عاملة 205. دي والكاسرولة كان من فتح الله جرين بلازا، اللي هو جرين تاورز. عندي منها المقاس الصغير ال 24 تقريبا. دي للرز، دي كنت عايزاها بقى للأسلق فيها لو هعمل فيها مكرونة كمية كبيرة. وماركة روفال حلوة، بحب استخدمها. نيجي بقى لتالت حاجة، الطاسات برضو من تروفال. دي كانت تقريبا عاملة 225، كان بدل مش عارفة 450 500، كانت عاملة 225. هقول لكم المقاسات بتاعتها ايه وشكلها ايه، هي كل واحدة متغلفة. دي مقاس 14، هي كام طاسة؟ 1 2 3 4 5، 5 طاسات. اصغر مقاس فيها مقاس 14، ده ينفع للتقلية ممكن. التقلية بس. دي كده اول واحدة. تاني واحدة مقاس 16، بس دي ايديها مختلفة عندي، يعني واحدة ايد حمراء والباقي دي كلها سودة. والتالتة مقاس 18، والرابعة مقاس 20، واكبر واحدة خالص مقاس 26. دي اكبر واحدة خالص. نيجي بقى الجريل. الجريل ده ماركة نوفيل، كنت جايباه برضو من فتح الله جرين تاورز، كان عليه عرض بدل 199 139 جنيه. تقيل خالص، يعني في جريلات تانية بتبقى خفيفة، الخفيفة دي بتلسع الأكل، لكن ده تقيل. ده مقاس 36 × 27، ومعاه دي. بس بصراحة دي لما استخدمتها قبل كده لقيتها بتتحرق، مش سيليكون، هي بلاستيك، لما بتيجي على الحرارة عليها بتتحرق منها. وبعد كده الطاسات، لا الصواني. الصواني دي ماركة نوفيل، كانت عاملة 295، مش عارفة بدل 320 325، برضو فرع فتح الله جرين تاورز. دي
كلهم هعمل ازاي. انا النوع ده اول مره استخدمه، الشكل ده كده اول مره استخدمه. دي مقاس مش عارفه 24، دي اصغر مقاس فيها. ودي 28، المقاس اللي بعدي او 28. واكبر واحده خالص مقاس 30 مكتوب تحت. كنت عايزه اجيب الاحمر عشان يبقى الطقم بتاع المطبخ كله لونه احمر، بس ما لقيتش، لقيت اللون ده بس. البلانشات برضو اللي عندي بحب اغيرها كل فتره، بجيب واحده للخضار والتانية للحمه. دي كنت جايباها تقريبا ب 28 جنيه، دي والشكل التاني ده من فتح الله برضو جرين تاورز، ده برضو من فتح الله جرين تاورز. الفوط دي بحب امسح بيها ترابيزه السفره او الرخامه. دي كانت عامله كام تقريبا؟ كانت عامله 10، 5 فوط كانوا ب10. ودي برضو كانت تقريبا ب12. في منها اشكال كتير بقى، ده الشكل بتاعها. ودي كانت عاملة تقريبا 25، هي كبيرة. ودي طبعا ما فيش غنى عنها، بتشفط المية شفط كده. بحبها جدا في المطبخ، بحب امسح بيها بعد ما اغسل المواعين امسح بقى بيها الاطباق الحلل، بتشفط المية بسرعة جدا. في منها الوان كتير برضو. دي كانت عاملة تقريبا 25، واللي اكبر منها عاملة 29، بس الاكبر منها كبيرة قوي. ده كنت جايبه منها واحده تانية، بس بستخدمها في الازاز بتاع الشبابيك، بمسح بيها الازاز بتاع الشبابيك بتاع البلكونه، بتلمعه حلو برضو. دي بقى كنت جايباها من فتره كبيره، كنت جايباها من ايكيا، كانت عامله 99 جنيه، بس ما استخدمتهاش، انا اشتريتها برضو وخليتها لحاجه رمضان. الطقم ده هو طقم خشاف صغير خالص كده، ينفع بقى للرز بلبن، لو بتعملي مهلبية قمر الدين، للخشاف، بس احنا الحاجات دي اصلا مش بناكلها، مش بنحبها. لو اطفال صغيرة تحط لهم فيها اكل شوربة كده يعني. دي عاملة كام؟ 25 جنيه. ده انا جايباه من الابراهيمية، من محل بعد العدوي، بس مش فاكرة اسمه ايه. هو بيبقى فارش كده في الشارع بره، وبعد كده المحل جوه فيه كل حاجة، بس الحاجات دي بيبقى حاططها في الشارع بره، الحاجات اللي بيبقى عليها عرض او مش غالية. وجبت المشمع ده للسفرة، كان السفرة عندي من غير ازاز، وزي ما انتوا شايفين بصوا بتخربش بسرعة قوي، فده انا جبته قلت للسفرة خليه كده شفاف، بس لسه مجربتوش. ده برضو من فرع فتح الله جرين تاورز، كان المتر عامل 13 جنيه. بس هو اتكسر قوي، معرفش بقى لما يتفرش هيتفرد ولا لا. والسكينة دي برضو من فرع فتح الله جرين تاورز، دي كانت عاملة 12 جنيه. ودي كانت برضو من فرع فتح الله جرين تاورز عاملة 20. عندي منها لون تاني بستخدمه وعجبني، مش بيجرح الحلل خالص. دي بقى مصفة سكاكين، هي جزئين كده، عشان عندي اطفال صغيرة بخاف احط السكاكين في الادراج عشان بيطولوا الادراج دلوقتي، فجبتها احط السكاكين عليها فوق وفي الرخام. دي كانت عامله كام تقريبا؟ دي كانت عامله 25 جنيه، من فرع فتح الله برضو جرين تاورز. ده طقم توابل جبته من فرع فتح الله، فرع فتح الله سموحه اللي هو عند بندق اللي ورا المدريه على طول. ده 10 قطع من فتحي محمود. انا جبته كتغيير، اللي عندي اللي هو الابيض الغطا بتاعه خشب، بس هما 3 قطع بس، فانا كنت عايزه اجيب طعم اكبر. لقيت ده عليه عرض بدل 450 كان عامل 200 جنيه.
كام قطعة؟ 3 كبار و5 صغيرين، ومعايا ملحتين. ده كده الحجم الصغير بتاعه، وده الكبير. نيجي بقى طقم العشاء. ده طقم عشاء تداهية تركي بورسلين، 18 قطعة، من فتح الله ايه، من فتح الله سيدي جابر اللي في المحطة بتاعة القطر. كان عامل 450، بس انا خدت بعض العرض عامل 350. 18 قطعة، هنفتحه معاكم. هي ميد ان تركي. ده كده الطبق الكبير. الطبق اللي اصغر منه بالشكل ده، وده اللي هو الغويط. هما كده 2 مسطحين، واحد كبير واحد صغير، وده غويط. بس كنت بحسبه غويط اكتر من كده واعلى من كده شويه، بس حلو برضه هيشتغل. ده كده ال3 مقاسات ورا بعض. كده خلصت حاجه المطبخ. نيجي بقى لزينه رمضان. ما جبتش حاجات كتير عشان انا عندي من السنه اللي فاتت، فزودت بس على اللي عندي. الحاجات دي كلها جايباها من منشية. ده فرع نور بيبقى بالشكل ده. هنا نجوم وهنا فوانيس. تقريبا كان 10 متر، عامل 65 جنيه. انا اشوف لو ينفع اوصله بالكهرباء. كان من منشية في الشارع بتاع كمال سعد. كده الإضاءة بتاعته اللي هي الورم، في البيضة خالص وفي اللي كلها ألوان. ودي فيشة تانية بتحطي فيها لو جايبة مثلا فرع تاني وبتركبيه فيه زي توصيلة كده، وتكملي الباقي بقى. ده زي ما قلتلكم كان عامل 65 جنيه. في العادي اللي هو الليد الصغير ده كان عامل 35 جنيه، 10 متر برضه. ده انا جبت منه 2، علقت واحد وده التاني. استنى بقى اقفل لكم التاني عشان ده يبقى واضح. هو ليه كذا مستوى او ليه كذا طريقة، في الشكل ده والاسرع منه شوية اللي هما 2 و2 بيشتغلوا، والثابت المتحرك قوي ده، والثابت خالص. ده زي ما قلت لكم كان عامل 35 جنيه. والكوشنز بتاع الركنه او الخدديات بتاعه الركنه او الانتريه، في منها بقى اشكال كتير في المنشاه. انا كان عندي 4 من الاشكال، من القماشه دي والاشكال دي اللي هي بتاعه الخروب، وفي مش عارفه بكار وايه تاني، اشكال كتير يعني. دي تقريبا كانت عامله 25، واللي هي القماشه الناشفه مش الستان. جبت الشكل ده عشان يكمل على اللي عندي. كان عندي نفس الشكل ونفس المقاس، وفي الاكبر منه شويه بس ده ستان عامل 20. وفي اشكال مختلفه كتير والوان كتير جدا. ده برضو من منشاه. في بقى الاعلام دي، هي قماش مش ورق، عامله 11 جنيه، كنت جايباها من فتح الله فرع جرين تاورز. هما 2 بس انا حطيتهم في كيسه واحده. في الاحمر تقريبا 5 متر، تعلقوا كده.
وفي اللي هو الأزرق في أخضر. في بقى أشكال كتير، في اللي هو المربع والمربع الكبير قوي، وفي الكرتون، بس القماش بالنسبة لي أحسن. دي بتتلزق على الحيطة بالدبل فيس ده، بس ما تخافوش، أنا لزقت واحدة قبل كده وشلتها ما لزقتش في الحيطة، عشان أنا كان عندي دبل فيس لزقته في الحيطة قبل كده لحد دلوقتي مش عايز يطلع. في بقى أشكال كتير، الصغيرة دي كانت عاملة 8 جنيه، والكبيرة عاملة 12. ده الشكل التاني، والمقاس الكبير كان عامل 12 جنيه. دول كنت جايبهم من منشية من عند كمال سعد، الفرع بتاع الورق والكرتون. وده الشكل التالت بتاعه. ودي برضو من منشية كانت عاملة 20 جنيه، بس دي لازم انت اللي تجيبي لها لزقة او دبل فيس، هي من غير لزقة. وفي اشكال كتير جدا، البراويز دي ده واحد للمطبخ كان عامل 15 جنيه، ده جايباه للمطبخ، وده جايباه لأوضة الأطفال. ده كنت جايباه من كليوباترا في الشارع اللي هو بتاع أبو داود، في واحد بيبيع أدوات منزلية عنده براويز أشكال كتير جدا، أشكال رمضان وأشكال اللي هي العادية وأحجام كتير، كان برضو ده عامل 15. وبس كده يكون فيديو مشتريات رمضان خلص. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل رمضان كريم سعيد علينا يا رب. أتمنى يكون فدتكم بالأسعار وبالحاجات اللي اشتريتها والأماكن اللي قلت لكم عليها. نسيت أقول لكم حاجة، إن شاء الله الفيديو اللي جاي هبقى بفرش المطبخ، هنزل المطبخ كله كده من أول وجديد وأفرشه معاكم واحدة واحدة، وهغير حبة حاجات في الرخامة وحبة حاجات في دولاب المطبخ زي ما قلت لكم أول الفيديو، وهبقى أوريكم برضو حاجة. المطبخ عندي مفتوح، هجدده، انا هعمل له باب هيتغير خالص يعني، بس احنا خلاص فاضل اسبوع على رمضان يعني، ربنا يسهل كده والحق بس.